بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الان انتهت المحاكمه اللي استمرت لمده يومين ل 13 متهم مدان في محكمه جنايات الفساد المركزيه على 3 متهمين اساسيين و10 متهمين في الضريبه، من عندهم مدير عام ومعاونه وموظفين بدرجات صغيره ومتوسطه. تم الحكم على نور زهير جاسم بالسجن لمده 10 سنوات ومصادره اموال منقوله وغير منقوله، والحكم على رائد جوحي بالسجن لمدة 6 سنوات ومصادر أموال منقولة وغير منقولة، والمتهم هيثم جبوري بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادر أموال منقولة وغير منقولة طبعا، وموظفين ضريبة على 6 سنوات جميعا. مادة نور زهير هي 444 على 4 على 11، ومادة رائد جوحي هي 316، ومادة هيثم جبوري 331. طبعا المحكمة علنية وحضر فيها أستاذ علي الطائب وقبس ومحامين كثر، وتم استماع الى افادات مهمه وسريه، وافاده نور زهير اللي حكى بها بعض التفاصيل خاصه اللي ممكن راح اغطيها في حلقات خاصه. هذا حكم لماده واحده، لان اكو دعاوى اخرى على نور زهير تخص التزوير وتخص الامانات الجمركيه اللي هي قيد التحقيق في محاكم التحقيق. سيتم عمل على مذكره استرداد ونشره حمراء ومذكره الانتربول للقاء القبض عليه دوليا. طبعا مع حجز اموال منقوله وغير منقوله لنور زهير ورائد جوحي وهيثم الجبوري. واحد يسال شو الفائده؟ هو باع عقاراته؟ لا، اقول لكم انه نور زهير لما ما بلش يبيع عقاراته في بغداد تقريبا منذ اسبوعين او ثلاثه، قادر توقف الترويج، قادر توقف البيع، اللي تقدر قيمه عقاراته ل 40 عقار بحوالي 300 مليون دولار، يعني حوالي 450 مليار دينار عراقي. هذه الحمد لله والشكر بجهود خيري تم استرجاعها واستدعائها. ليش؟ لانه شو صار، واذا تحب شنو تعرف شنو الشغل اللي صار في بغداد ومحافظه البصره، شوف هذا الفيديو اللي صار قبل اسبوع 19/11/2024، اخر يوم قبل الحظر، حظر مال تعداد السكان. انتهى الدوام، دوائر دوله هاي ضريبه وماء ومديره كهرباء باقي الدوائر. نور زهير ووكلائه معاملات بيع الاراضي مالته ومحافظه البصره. فسوينا مثل ما بالدوله اكو ناس تعبانه اكو ناس خيره. فبدينا نحط العصا بعجله، مو بعجله التقدم ولا بعجله الخير، بعجله الباطل. وتتعرقل المعاملات حالها حال اي معامله، مثل ماكو معاملات ناس خيره ناس على حب الله تعرقل معاملاتهم، يا اما بسبب روتين يا اما بسبب انه اكو ناس يدرشاوي. فتتعرقل ايضا المعاملات الباطله. اليوم انتهى الدوام، عندك كل الاربعاء والخميس تعداد سكان، الجمعه سبت والاحد هو موعد المحاكمه. اذا صدر قرار من محكمه الجنايات الفساد مصادره اموال المنقوله وغير منقوله، خلاص لان الاراضي ترجع للدوله وتتعرقل عمليه البيع. احنا سوينا نشرنا في منشور سابق قلنا يابا نور زهير باع الاراضي والفلوس تحولت، حتى نوهم هاي الشله انه احنا ايسنا الموضوع ما متابعينه وخلاص بيعوا براحتكم. لكن هذا الفيديو راح نشره انت ورا ما يصدر قرار المحكمة، إذا صدر إن شاء الله ما تأجلت المحكمة، إذا صدر قرار المحكمة ومصادرة أموال غير منقولة